النتيجة البشرة نتيجة انسداد بلاد فيسل
by a thrombus or by an embolus, الحقن بالبلد سيليا طعم البلد سيليا امتنع البلد يصدر occlusion occlusion of a blood vessel with decrease in blood flow اسمه طب إسكيميا اسمه ايه؟ إسكيميا decrease in the blood flow الإسكيميا دي نتيجتها ايه؟ ان النسيج اللي رايح للدم دوت ممكن يحصل فيه مشكلة نيكروزس ديجنريشن اللي يهمني اكتر نيكروزس ولو حصل نيكروزس في مكان ما زي الهارت زي الكيدني زي السبليت نتيجة ستوبج اوف ذا بلاد فلو المشكلة اسمها في الطب انفاركشن سمعنا عنها مرة قبل كده لما درسنا الاجريتيف نيكروزس كوزد باي اسكيميا وسميناها انفاركشن الانفاركشن ده جزء من الكلية فايتس ميت جزء من البرين ميت جزء من السبليت ميت ده انفاركشن طب لو حصل عليه بكتيريا كونتامينيشن والبكتيريا دي عاشت على النسيج الميت وعملت abnormal biochemical and metabolic reactions اصفر عنها نوع من التعفن او الغرغرينه او البيتريفاكشن نسمي دي مشكله البيتريا جدا جنجرين يبقى في sequence of events مش كلها هتحصل لكن ممكن تحصل ان يبتدي بلا سبلاي افكتيف بس نتيجه تجاوزه يتكسر ويتفتت ويتحرك امبرز اند امبرز يسد بلاد فيسل ويقفله اسكيميا النتيجه جزء مات انفراد مات وتعفن وبقى جوه بقى الحجريه جمريه دي معلومات انا بجملها وهكلم عنها اول ان ديتيلز ليتر اون في بعض التغيرات الثانيه في البلاد سبلاي بتاع الانسجه ان الارتيريال سبلاي اورجن يزيد الارتيريال سبلاي اورجن يزيد اسمه في الطب هايبرينيا او الفينس بلاد في اورجن يجتمع ويزداد ويتجمع نسميه كونفشن يبقى هايبرينيا از ريليتد تو انكريز ارتيريال سبلاي اورجن مليان دم عشان الارتيريال زاد كونفشن اورجن مليان دم عشان الفينس فلو بيتجمع اديما انتفاخ الانسجه بالسوائل سيرس فلويد in the interstitial tissue spaces خلى الرجل منتفخة خلى الايلز منتفخة خلى اللب منتفخة ده اسمه اديما هيمرج كلنا عارفينها طبعا ان يعني سبيسيف شوك معناه اكيوت سيركيلاتري فيلير the cardiac output is not enough to maintain vital functions دي 10 ديفينيشنز هيعدوا علينا خلال مجموعه محاضراتنا اللي هنكون فيها معاكم ربنا يكرمنا ونقدر نخلصها in a good timing and in a good position. واحدة واحدة أنا عدي عليهم وبرضه مش بالضرورة ترتيب الدور. الضرورة إن احنا نعدي عليهم كلهم ونشوفهم. نبتدي معلومة بسيطة جدا وسهلة جدا اسمها هايبريميا أو أكتيف هايبريميا أو أرتيريال هايبريميا. كل الكلمات دي تستوعب. أنا بحب دايما استخدم كلمة arterial hypertension عشان لما اسمعها في اي وقت واقول هايبريميا ابقى عارف ان دي arterial problem. By definition the arterial hypertension او the hypertension means all definitions for today and for this group of disorders is essential. لا يضيق ابدا ان طالب في طب يبقى مش عارف the perfect definition and I repeat again the perfect definition of these terms. غير جدا في الشفوي في السؤال في الامتحان مش عارف معنى الكلمات دي. Hypremia means by definition increased arterial blood supply to an organ or tissue due to active vasodilatation of the arterial supply. لو قلت increased arterial supply برافو عليك. لأن الحدوتة arterial increase in the arterial supply of an organ or tissue due to active vasodilatation of the arterial and the arteriolar supply. الأرتري تعرض لمشكلة طبية ما عملت vasodilatation اللي اسمه سواسة الدم. فالدم اللي بيعدي فيه زاد فالدم ده أخذ منها كتير. إمتى بتحدث؟ in two conditions very common. And we know them very well.
اثناء المسل اكسرسايز، اثناء الجري، اثناء الرياضه، اثناء طلوع السلم بسرعه، عارفين الفسيولوجي. تكتيك اسمها ميتابولايتس بتتجمع، بتعمل افكت على السموث مسل، بتعمل بازو دايلاتيشن، امور ان المور بلاد سبلاي يروح للمسلز الايه؟ اللي بتشتغل ديت. يبقى ذيس از ذا فيسيولوجيكال اكزامبل اوف ارتيريال هايبرينيا للمسلز ديورينج اكسرسايز. وخدنا ايضا اثناء ما درسنا الانفلاميشن. اول او ثاني محاضره درسناها في السنه. اما بيحصل سيل انجري وبيحصل لوكال تيشو دامج، بيطلع كيميكال ميدييترز من عيله الهستامين والبروستاجلاندز والليكوتراينز و و و، بتعمل فازو دايلاتيشن، بتعمل ستيزس و و و و. يبقى وي ار ديلينج ويز ا فيري ايزي تيرم. لا يزيد اسئلتنا عنه ما معنى هذه الكلمه؟ ايه الديفينيشن بتاع هذه الكلمه؟ يجي في المالتيبل شوتس، يجي في ترو اند فولس. لكن انا عارف 100% وات از مانت تو باي ذا تيرم arterial hypertension, which is increased in arterial blood flow due to active vasodilatation of the artery and arterioles, فالأورجن والتيشو ده يمتلئ بالدم arterial during muscle exercise and physiology during acute inflammation and hypertension. كلام بسيط جدا مش محتاج مننا أي more details. What is now of major importance for today؟ هنتكلم عنه كتير قوي قوي. كتير واحد ممكن نفهم في المحاضرة كلها is the term congestion أو passive hyperemia، كلمة قديمة شوية بس موجودة في بعض الكتب. venous congestion، venous congestion أو congestion venous. بدل ما أتكلم على congestion هيبقى increased amount of venous blood، accumulation of venous blood in an organ or tissue due to venous outflow obstruction. Due to venous outflow obstruction. برضه عشان برضه ما نلخبطكمش زي ما الدكتوره سالت، انا ممكن قوي قوي امشي محاضراتي بترتيب غير ترتيب الكتاب. انا مش عارف انتوا بتذاكروا معايا الكتاب، لكن ممكن قوي الترتيب اللي انا بقوله في المحاضره يختلف عن ترتيب الكتاب. تمام؟ ده مش القضيه خالص، القضيه ان المعلومه تكون موجوده في مكان ما وتسمعها مني بالشرح الواحد. اوكي؟ الترتيب ده لا يعنيني في شيء، كل الاستاذ بيحاول يقسم سيكونس اوف ايفنتس زي ما هو عايز بناء على رايه في توصيل المعلومه. يبقى الكونجشن اكيميليشن اوف فينوس بلاد، انكريز اماونت اوف فينوس بلاد ان ان اورجن اور تيشو ديو تو فينوس اوت فلو اوف سكشن، ديو تو اوف سكشن اوف ذا فينوس ريتم، ديو تو اوف سكشن اوف ذا فينوس ريتم. الكونجشن دي كلمة في الطب درسناها كتير وسمعنا عنها كتير وبنشوفها في حياتنا كتير. وهنقسم هذه الكونجشن في التفصيل الممل لكلمتين كبار قوي. Generalized venous congestion when multiple organs in our body show a condition of venous blood. تمام؟ أكثر من أورجان فيهم المشكلة دي وقد يكون الأورجان كلها. و localized venous congestion اما ده عند الشكير رجله ايده لسان نوز فقط، يبقى this is a localized. ممكن ايضا نسميهم ونقسمهم acute venous congestion، يعني تجمع حاد للدم بسبب الماء. ممكن نسميها chronic venous congestion. مشكلة تانية تجمع دموي تدريجي في الأنسجة. عشان كده هدرس معاكم النهارده اربع حاجات. acute generalized و acute localized. chronic localized و chronic generalized. هنعدي على اربع حاجات بتوعنا برضو اي كان الترتيب. بس هنعدي على الاولى. نبتدي بالجنراليزد اللي لازم هتكون بعد دقائق acute and chronic. فدام دايما بتكلم على generalized venous congestion يبقى في دماغي على طول ان المسبب is central. المسبب is ايه؟ central يعني ايه؟ heart and lung. بدل حاجه تؤثر على الجسم كله تعمل مشكله في الجسم كله about venous flow, venous blood, venous accumulation
يبقى لابد ان يكون المسبب سنترا هارت اند لانج. اما ما اتكلم على اورجن كده ولا كده ولا اي حاجه من الناس يبقى ذا جنراليزد كونجشن اكيوت ارترايك از ريليتد تو ا سنترال كوز هارت اند لانج ان كيسز اوف هارت فيلير فور اكزامبل. لو انا عندي اكيوت هارت فيلير يبقى عندي اكيوت جنراليزد. لو انا عندي كرونيك هارت فيلير هم روماتيزميه و حدوته هنطول ناخدهم واحده واحده. زي اكيوت جنرالايزد فينس كونجشن دم متجمع في الانسجه المختلفه في البرين في الليفر في الكيدني في السبلين في التستس في اليوترس في الاوفر في كل حته نتيجه الالم مش قادر يقوم فالفينس ريزيرف ما بيخشش القلب ولو دخل ما دازنت بامب فهي اللي هي هيتجمع. عندنا مثلا كوبري اكتوبر فجاه في حادثه خلاص كل اللي بيصب في كوبري اكتوبر مش هيعدي ويحدث التجمع والمشكله في جميع انحاء العصر في جميع اماكن القاهره الكبرى كله بيصب في كوبري اكتوبر. ميدان التحرير مقفول زي ما كان يحدث قبل كده بس ايه اتقفل فجاه احيانا عشان حريقه لا قدر الله عشان خناقه عشان مش عارف ايه ايه يبقى كل كوبري الاسرانيه شبه القصر العيني شبه كل ده توقف يبقى ده كلمه بنعبرها بنعدي عليها بنكتفي بهذه المعلومه ان there is acute generalized venous congestion in case of acute heart failure اما القلب فجاه مش قادر يقام. الطيب اوف ديس مظبوط هارت فيلير سادن مع مايكارديال انفارشن كاتب القلب مادي فالف لا قدر الله مش عارف فرقعت سيريس جدا ممكن يكون ميت وفيت. اللي احنا هنشوفه في حياتنا وهندرسه في حياتنا اكتر ونشوفه بعنينا حوالينا is a chronic generalized venous congestion which is a chronic right sided heart failure. احنا هنشوف رسومات كتير قوي 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 القلب دلوقتي وبناء عليها هنقدر نفهم السيركيليشن ماشيه ازاي. بس ده كلام كلكم فاكرينه من ايام الهيستولوجي ومن ايام الفيزيولوجي ومن ايام الاناتومي. فوق خالص عندنا القلب مكمل رايت سايد وليفت سايد مظبوط. الدم بيصل للقلب في الرايت اتريوم عن طريق الجراد اللي جاي من السوبيريور والانفيريور فينا كده بيصب في الرايت اتريوم كلنا عارفين بيعدي من طريق كاسبة الفالف على الرايت اتريوم يطلع من البلمونري ارتري الى اللنج يحصل له اوكسجينيشن يرجع عن طريق البلمونري فينز على الليفت اتريوم يعدي من الميترال فالف فنتركل البامبنج الاساسي على الجلطات. طب لو انا عندي مشكله ما زي فور اكزامبل مايترال ستيموزس سمعت بقى الكلمه دي المايترال فالف ضيقه من مضاعفات الحمر لما تسمعي تمام. اما المايترال فالف يبقى ضيق يبقى الدم اللي في الليفت اتريوم مش هيعدي كويس للليفت فنتركل مظبوط. يبتدي الدم يتجمع تلقائيا على مرور الاشهر والسنين في الليفت اتريوم ثم ينعكس على البلمونري فينز واللانجز مظبوط لما يتجمع فيه ثم ينعكس على الرايت فينتر والرايت اتري صح؟ مفهوم انا بقول ايه؟ في مشكله في ميدان التحريك هتبتدي تجمع كوبري اصل منطقه المعارض كوبري مش عارف الجلايه تاخد بالعكس مشكله في العباسيه فالعربيات اللي جايه من صلاح سالم بتتجمع وتبتدي الحاجه ترجع يبقى بدينا بمايترال ستينوزس ريفلكتنج على الليفت اتريوم ريفلكتنج على اللان ريفلكتنج على الرايت سايد رايت فنشن اوكي الرايت اتريوم والرايت اتريوم هيرفلكت على السوبيريور والانفيريور فينا كيفا يبقى السوبيريور فينا كيفا اما الدم يتجمع فيهم يبقى انا 100% عندي جنراليزد كرونيك فينس كونجريشن صح؟ ممكن الكلام ده ينطبق على مايترال ستينوزس على اورتيك ستينوزس على بالمونري فالف بروبلم على ترايكاسبيد فالف بروبلم صح؟ ينطبق على مايوكارديال فيبروزس القلب مش قادر ينطبق على لانج ديزيز يعني لانج ديزيز اللانج مش قادره تستقبل الدم اللي جاي لها من الرايت فينتريكل عن طريق البالمونري ارتري يبقى كرونيك لانج ديزيز كرونيك هارت بروبلم ويز فالف ستينوزس اي حاجه هتوصلني لمشكله في الرايت سايد فنتريكل اتريوم هتنعكس على السوبيريور ايريدينال وكلام بيتفهم مش بيتحفظ لازم يتفهم
ليه رايت سايد بايس؟ عشان البنت اللي قبليه خربانه، اللنج خربانه مش قادره تصرف الدم. امراض كثيره جدا بنستخدمها. جايز يكون كلامها دمه تقيل شويه عليكم دلوقتي، لكن 100% ستيب باي ستيب هيتساعد. القلب فيه مشكله عشان زي ما قلت مايترال فالف ستينوزس. هتقولي طب ده المايترال فالف دي الناحيه الشمال ليه علاقتها بالناحيه دي؟ ما دام الناحيه الشمال مش شغاله كويس يبقى الدم هيتجمع في اللنج، يبقى الدم هيتجمع 100% في الرايت فنتريكل. مظبوط؟ 100% كل مشاكل الليفت سايد بعد مده هتنعكس على، لكن مشاكل الرايت سايد مش هتنعكس على الليفت سايد. ليفت فنتريكل فيلير تمام؟ اورتيك فالف ديزيز، هايبر تنشن، اثيروسكليروزس، مايوكارديال فايبروزس تمام؟ كل الحاجات دي تخلي الليفت فنتريكل فيلير بامب، يبقى الدم هيتجمع في الرايت اتريم، اسف ليفت اتريم. بعض امراض اللنج اللي هندرسها بالتفصيل خلال هذه السنه تخلي اللنج فيها فايبروزس لوزنج الاليستيسيتي، فيها فاسكولار اوبستراكشن. امراض كثيره جدا من امراض الرئه زي ما يسمى تيوبركلوزس، مرض الضرر، عارفينه احنا كويس. امفيزيما، سمعنا على الكلمه دي ما سمعناش عنها، مشكله مع المدخنين، الالفيولاي بتفرقع، الفازلز بتقفل مع التدخين والبريشر، فاللنج مش شغاله كويس، اسمها انفيزيما. نيوموكونيوزس مشكله بكلمه هتعدي علينا كتير قوي ليتر اون في السبيشال. اما العيان يعيش في مكان يستنشق اتربه بطريقه مستمره. واحد ساكن جنب مصنع اسمنت، واحد ساكن جنب مصنع مش عارف ازاز، واحد عايش في منطقه فيها صحراء واتربه مستمره. البارتيكلز الصغيره اللي الجسم بيستنشقها بتترسب جوه اللنج وتعمل جرانيولوما. كبري جرانيولوما سميناها زمان نون انفكتيف جرانيولوما، سيليكوزس واسبستوزس. العيله دي على بعضها في الطب كده اسمها نيومو كونيوزس. والنيومو يعني ايه؟ ابن النيومو يعني ايه؟ هواء تمام؟ هواء. والهواء موجود فين؟ في اللنج. يبقى نيومو ادجكتيف لترم انجلش لاتيني مينز اير، هواء اللنج، نتيجه ترسيب لفورين بارتيكلز. بارتيكلز اسمنت، بارتيكل ازاز، بارتيكل اسبستوس، مصانع الجرانيت، مصانع الرخام، مصانع الازاز، حلوان المعصره، مصانع الاسمنت، كل ده نيوموكونيوز. اند اني كوز اوف لانج فايبروزس. اما الكلام ده يحدث في اللنج، الكاباسيتي اوف ذا لانج تو ريسيف ذا بلاد اللي كامينج من البلمونري ارتري مش شغال، مش مظبوط. فالدم يتجمع في الرايت فنتريكل، يتجمع في الرايت اتريم، سبيريت اتريم اكيما، يبقى الدنيا كلها خربت، العيان عنده جنرالايزد كرونيك فينس كونديشن. لو انا دكتور، لو انا بفهم في الطب وشفت عيان عنده مشاكل رايت سايد هارت فيلير، ايه الاعراض العامه اللي اتوقعها؟ اللي لما شفنا في العيان اقدر اقول ده عنده رايت سايد هارت فيلير كوزد باي مايترال ستينوزس. ليه بقول كوزد باي مايترال ستينوزس؟ لان ده هيديني ريفليكشن واضح قوي على اللنج، ان العيان عنده ديسنيا. ديسنيا يعني ايه؟ ده اللي بنعمل ريسيرش مهجات، عنده اورثوبنيا ما بيعرفش ينام في البيت كويس، وبيقوم بالليل نفسه مش مظبوط، اللنج مليانه دم. فاللنج لما تملي دم مكان الهواء مش مظبوط، مش شغال كويس، خدت مكان الهواء في العيان عنده ينهج باستمرار، يبقى ده اسمها ايه؟ ديسنيا النهجان المستمر. الاكسجينيشن بتاع الانسجه مش مظبوط، فيبقى عندنا بلاكش ديسكالريشن اوف ديوكس ممبرين اوف ذا ليبس اند تانج. و المشكله الزرقاء دي اسمه في الطب سايا نوز. هايبوكسيا اوكسجين ديليفرد على الانسجه مش مظبوط. اللي انا هشوفه السيانوزس والديسنيا. ابص على هشوف كده مش مظبوط. والنيك فينز اللي كونكتد على طول على الثراسيكيج فيها بريشر عالي فبتبقى pulsating congested نفرا، ثم تبان عليه اعراض بعد كده. يبتدي الدم يتجمع في الانسجه زي ما قلت عشان مش قادر يستقبله في الرايت سايد اوف ذا هارت في الاتريوم والسبيريتال اكيد. بعد شويه العيان يبتدي يجيله تضخم في الكبد والطحال، الدم يتجمع في الليفر والسبرين، هيباتوسبينو بطنه تتنفخ، شويه سوائل متجمعه في البطن اسايتس، رجليه تتنفخ يبقى عنده اديمه. إديمة
and that your blood بسبب القلب يبقى اسمه خطير كارديال إديما يبقى اسمه إيه؟ لأن ممكن إديما تبقى سببها كدني وهي سببها الليفر لكن ما دام في إديما في الانتفاع في الأنسجة بسبب مشاكل في القلب نسميها إيه؟ كارديال إديما يبقى العيان اللي عنده مشاكل في الهارت وبالذات الرايت سايد مش قادر يمب الدم ومش قادر يسمى الدم يبقى عنده الأعراض اللي هشوفها بعينيا congested migraines ديسنيا سيانوزس وإديمة في الأنسجة المختلفة رجلي ورمة بطن ورمة الكبد الطحال يبقى ده اسمه إيه؟ كاردياك إديمة الدكتورة اللي نايمة في أول صف
زي لانك يهمني قوي اللانك. If the lung اللي فوق خالص ديت is filled with blood because of a chronic heart disease, because of a mitral stenosis, left atrium مليان بالبلد, well, lung will accumulate blood for a long duration. فاللنج يبتدي حجمها يكبر, blood accumulation مظبوط, ويبتدي الدم لما يتجمع بيدي لون بني او بيدي لون غامق كده, فلونها هيغمق شويه. يبقى if the normal lung is a spongy فيها هواء grayish or grayish pink in color من الهواء اللي فيها, دي اللنج بتاعت الاناتومي اللي بشوفها في الجراحه في العمليات قبل ما احطها في الايه في الفورمالين. ايه الكومبليكيشن, اسف, ايه المانيفستيشنز, ايه التشينجز اللي هتظهر ان اللنج تيشو congested in a chronic pattern في long duration. حجم اللنج يكبر, increase in size, heavy in weight عن النورمال. احنا قلنا الباثولوجي معناه deviation from the normal, change من النورمال. الدكتوره اللي فوق عايز تخش المحاضره تخش, مش عايز تخبر معلش في مصلحه هنا. اوكي, so we are dealing with this idea. بص على الدكتور تقول اه ده كويس اخش لما تيجي الحج ربنا يهديك. نكمل. We are dealing with a lung تكبر حجما increased in size تتقل وزنا heavy in weight ولونها وملمسها يتغير, لونها يبتدي يبقى مغمق dark red brown. ليه؟ فيها دم والدم احمر او بني, تمام؟ وهقول بني بعد شويه ليه؟ تبقى مور براون مش كده. ولما ادوس عليها الاقيها اجمد وانشف من اللنج العاديه اللي هي سبونج. لما بقى فيها دم والهواء ابتدى يقل فبتلوز السبونج باترن بتاعها, تبقى مور فيرم جامده ناشفه. وناشفه بالفرنساوي او باللاتيني ديور. يبقى بنقول indurated, the term indurated lung means firm lung consistency, جامده وناشفه في الملمس. يبقى اللون هيبقى بني شويه, الملمس بتاعها بيتضيق وانا في الجراحه وانا في العمليه, بقى more firm or indurated, حجمها كبر وزنها تقل. واطلقنا عليها اسم جميل جدا براون induration of the lung. سميناها ايه؟ براون induration of the lung. براون عشان the color is becoming براون due to blood accumulation. induration this is the consistency. الملمس تغير من spongy appearance الى firm او indurated. يبقى في الجراحه لما يفتح جراحه القلب والصدر اللنج عشان او الهارت في عمليات استرداد الصمام هيشوف اللنج بهذه الطريقه, حجمها كبير لونها بني ملمسها غامق, يبقى this is what we call brown induration of the lung. ده المسمى الطبي لرئه فيها تجمع دموي. طب what about the microscope of the lung؟ ده شكل الالفيولاي وفي الالفيولار هول وفي بلاد فيسلز. والنورمال appearance of the lung الفيولاي فيهم هواء, صح؟ يعني مش سيلز جوه فيهم هواء. ويا دوبك الدم موجود في الالفيولار كابيلاريز. اما الالفيولار كابيلاريز تمتلئ بالفات, تبقى dilated with blood and congested. congestion يعني ايه؟ accumulation of venous blood inside the ايه؟ blood vessels. فاما الدم بيبقى في الالفيولار كابيلاريز مليان بلاد ومحتقن, بعضها بيفرقع من الكريز بالنشر. لما هيفرقع الريد بلاد سيلز هتخش جوه الالفيولاي ومعاها بلازما. مع ايه؟ بلازما. البلازما لما تخش جوه الالفيولاي بتدي زي لون بامبا كده, فلويد بامبا بنسميه اديما فلويد ناشف,
بيسميه ترانزوديت. ترانزوديت is a fluid of edema and the exudate is a fluid of inflammation. مع inflammation ولا لا؟ مع inflammation exudate كمان تبقى ترانزوديتي. فالالفيولاي يبتدي تخش جوه الريد بلاد سيلز وإديما فلويد أو ترانزوديتي. أما الفلويد ده يخش جوه الالفيولاي والريد سيلز يعوق أكتر وأكتر التنفس والعيان ده هيبقى أكتر لأن في مكان الهواء مع ريد سيلز مع إديما. ولو يكح ممكن يكح دم يطلع الدم ده ويطلع فلويد فاصل من بقه. الإميون سيستم هيشتغل والماكروفاجز أوف ذا لانج هتخش جوه الالفيولاي عشان تعمل فاجو سايتوزس وتنظف الالفيولاي من اللي فيها وتاكل الريد بلاد سيلز ودي مفلوت. اما الماكروفاجز ويل انجلف ذا ريد بلاد سيلز ايه اللي هيحصل؟ الريد سيلز جوه الماكروفاجز هتتفتت والهيموجلوبين يتكسر ويطلع منه ايرون. فالايرون يتجمع جوه الماكروفاجز والخليه تبقى لونها بني فيها pigments of iron in macrophages. يبقى المكروفاجز هيبقى لونها بني وفيها pigments of iron hemolyzing part بتكسر من الريد بلاد سيلز. عملت له engulfment وسمينا الخلايا دي heart failure cells. سميناها ايه؟ ليه سميناها heart failure cells؟ macrophages engulfing hemosiderin in case of heart failure. In case of heart failure, red blood cells may be seen inside the alveoli. Together with edema, fluid, and the plasma fluid. The body immune system and the macrophages will engulf the red blood cells. The hemosiderin and acid, the hemoglobin will become free. يتحول الهيموسيدرين لونه بني. فبعض الخلايا الكبيرة اللي نرسمها بالسفيرة شوية دي these are called heart failure cells which are macrophages engulfing this country. يتحول تعمل فاجوسيتوزس تحسن موقف اللنج الى ان يتم علاج المشكله الطبيه، نعالج العيان مشاكل، نعالج الحمى الروماتيزميه، نعالج البلد الايديا، نعالج تليف الرئه، نعالج نعالج العيان ممكن يتحسن، ما تحسنش الموضوع هيسوق ويسوق ويسوق بعد كده. So if I'm trying to understand ما يحدث يبقى بالنسبه للنج الحدوته الطبيه واضحه جدا. The lung بعينيا في عيان عنده مشاكل في القلب by mitral stenosis. اللنج بقى فيها كرونيك فينس كونجشن يبان قدامي في الطب بصورة the lung. Both lungs are enlarged in size, heavy in weight, and the brownish in color. Brownish ليه؟ عشان فيها هيموسيدرين تتجمع وتطلع. ملمس becoming firm, becoming indurated. The overlying pleura مشدودة, opaque, fibrosed. لو قطعت فيها بالسكينه كده في الجراحه في المعمل يطلع منها فروسي مجاوي براونش فلويد فروسي بلادي فلويد الدم اللي بجمع فيه. اندر ذا مايكروسكوب اول حاجه الالفيولار كابيلاريز محتقنه فيلد ويز بلاد كونجستد. ذا الفيولاي كونتينز ريد بلاد سيلز ايديما اند ترانزوديت اند سام هارت فيلير سيلز. وات از ميت باي هارت فيلير سيلز؟ ماكروفاجز engulfing hemosiderin resulting from breakdown of the red blood cells inside the macrophages. يبقى اللنج بعينيا كبرت ولونها بني بقى اسمها براون انديوريشن. Under the microscope the characteristic cells here is called the heart failure cells inside the alveoli. هنشوفها في الصرايع ونشوفها في العملي ونشوفها في كل حاجه ونعرفها كويس قوي. يبقى ده اول مظهر ومنظر للنج فيها مشاكل من chronic venous congestion by problem in the of the lung and by what you call disease heart failure cells. المشكلة اتجمعت في اللنج والدم اتجمع. هتنعكس على الرايت سايد اوف ذا هارت. لما تيجي على الرايت سايد اوف ذا هارت سبير بينا كيفا وفير بينا كيفا مش رايت كويس. فير بينا كيفا بيصب فيها هيباتيك فين مظبوط؟ هيباتيك فين الجامعة بتجمع فيها شوية الدم يصرف فين؟ الليفر. What about the liver? In cases of chronic venous congestion. What about the lung? In cases of chronic venous congestion. نفس الحالة. يبقى الليفر هيجمع دم زي ما اللنج جمع دم. اللنج كبرت وتقلت ولونها بني، الليفر كمان يكبر ويتقل. بس لونه هيبقى ايه؟ غامق؟ ممكن. يبقى congested وبني؟ ممكن.
حاجه مختلفه ان الليفر لما بيتعرض لاي انسلت من هايبوكسيا او اسكيميا او اي مرض خلينا في هايبوكسيا واسكيميا الميتابوليزم بتاعه بيتلخبط ويحصل فيه ديجنريشن والديجن في الليفر ممكن يكون كلاود سواليك ممكن يكون زي كمان فاتي تشينج يبقى الليفر لما يبتدي يسافر من دم متجمع يعني الفلو بتاع البلاد اللي فيه مش طبيعي الاكسجين ديليفرد للانسجه مش حلو ما بيعديش كويس في كونجشن فالليفر سيلز هتسافر من ديجنريشن من مشاكل الميتوكوندريا ويبقى فيها فاتي تشينج يبقى الليفر هيكومباين تو باثولوجي مع بعض هيكومباين الباثولوجي اوف كونجشن والليفر البني وغامق وكومباين الباثولوجي بتاع الفاتي والليفر يبقى في السفر شويه فهيبان فعليا نقط صفراء ونقط بني نقط صفراء ونقط بني في الليفر النقط البني فيها كونجشن سينوسايد وسنترال بين والنقط الصفراء اكيميليشن اوف فاتي تشينج نتج عن ايه؟ عن هايبوكسيا والبلاد والاكسجين ديليفر اللي في الليفر مش مظبوط فالليفر سفرنج فروم فاتي تشينج اون توب اوف ذا كرونيكس كونجشن مفهوم هذا الكلام؟ الراجل اللي وصف هذا الكلام والاسف وصف من زمان سموه اسف زي نات ميك ابييرنس نات ميك ابييرنس النات ميك ده حاجه كده زي الجندو او اللوز او الفستق كده الكفرنج سيرفس بتاعه والقشره بتاعته منقطه اصفر اسمها قسط الطين اظن ولا ايه فشبهوها بيها فالليفر بقى ينشط عشان فيه بلاد بقى كونجستد البني عشان فيه بلاد بس مع البني ده في نقط صفراء alternating spots بني واصفر بني واصفر بني واصفر فسموه زي ناتليك ليفر لانج بني جامده ناشفه سميناها براون انديوريشن ليفر نقط اصفر في بني سميناها ناتليك ليفر الليفر in cases of chronic venous congestion what about the microscope زي بالظبط ما اتكلمنا على اللانج الالفيلر كابيلاريز congested venous blood يبقى هنا عندي ايه؟ الليفر سينوسايدز اللي ويز بلاد ودايليتد السنترال فين فيلد ويز بلاد ودايليتد البورتال فيزلز فيلد ويز بلاد ودايليتد كل ده مقبول؟ لكن المشكله اللي حتبان شويه زياده ان السنترال فين لما هيتملي قوي بالبلاد ممكن يفرقع والدم يتجمع اكتر في السنترال بارت اوف ذا ليفر مليوس فالهايبوكسيا تبان يبتدي يحصل فاتي تشينج يبان اصلا اكتر في البريفري اوف ذا ليفر بيفور يبقى السنترال فين هيوسع قوي تلم الضغط ونقطه البني هي تبقى ريبريزنتنج السنترال فين والفاتي تشينج يبان على اللوبيولز اوف ذا ليفر بريفري واللوبيولز فيها تبان فيها فاتي تشينج يبقى عندي البريفري ليفر سيلز شو فاتي تشينج ذا سنترال ليفر سيلز شو كونجشن وطبعا في حاجه اسمها كوفر سيلز فاكرينها الخلايا المكروفيج بتاعت الليفر بتبقى زياده هايبر بلاستيك هايبر تريفايد ولون بني من الفيروسات اللي اللي بتلاقيها. ايه رايكم في المنظر ده؟ السنترال فين هارو وسهل اللفظ النقط الدمويه باينه كويس قوي والبريفر اوف ذا ليفر سيل هياخد فيه فاتي تشينج يبقى يبقى فيه فاكيولز اوف فاتي تشينج. ادي الليفر المنقط اصفر في بني اصفر في بني اصفر في بني نقط 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 اللي يشبه الناتميك ليفر الناتميك ابييرنس نقط صفراء ونقط البني فات البني والنقط صفراء البني يبقى البلاد كونجشن والاصفر يبقى الفاتي تشينج زي يلوش سبوتس ار سورس اوف فاتي تشينج اند ذا براون سبوتس ار سورس اوف كونجشن This is another appearance. يبقى دول اثنين صور لناتميك ليفر وده صورة الميكروسكوب. يبقى الليفر اللي فيه كرونيك فينس كونجشن will be enlarged will be heavy will show alternating colors of brownish and yellowish appearance. The brownish is related to venous congestion and the reddish is related to fatty change. واسمه not make the liver. Under the microscope, the central vein is dilated and filled with blood. وطبعا ممكن ازود ان central liver cells حصل عليها pressure atrophy. او بريشر نيكروزس من كتر الدم اللي بيتجمع. البريفري اوف ذا ليفر سيلز تاثروا بالكونجيشن قبل شويه في شويه ديجنريشن راذر ذان نيكروزس
فيبان الفاتي تشينج او ضحك في الليبر على الاطراف اوف ذا ريوز، وده يدينا النظر بتاع الفاتي تشينج. اللان كبرت مالت بالبلاد لونها بني سميناها براون ان ديوريشن. الكاركترستيك سيلز انسايد الفيولاي اوف ذا لان ار ذا ريد بلاد سيلز اند ذا هارت ليبر سيلز ماكروفاجز ان جالفين كيموسيتر. خليكم معانا يا شباب. عايز حاجه تانيه؟ بس الراجل تحديد الحاجة جنة البرد دي يعني بقول لك عايز اي حاجة اسألني ماشي بس اخلص خلي اسألني بقى شوية. يبقى this are few points about this condition. ممكن استخدم organs تانية، استخدم اللي انت عايزه. انا ممكن اعد بقى من هنا لغاية بكرة. السبلين نير في كونجيشن، والسبلين في كونجيشن هيكبر ويتضخم وحجمه يكبر ونسميه في الطب كونجستيف سبلينوميجالي. السبلين ده بلاه سايكوسايز زي الليفر وعامل زي السفنجه، فممكن يكبر اضعاف حجمه بمليان سايكوسايز. طب ايه علاقه السبلين بالكونجشن؟ السبلين بيصب الدم بتاعه في البورتال فين، والبورتال فين بيصب الدم بتاعه في الليفر، والليفر بيصب في الهيباتيك فين، والهيباتيك فين بيصب في الانفيرير فين كيما. صح؟ يبقى الخطوات ماشيه ايه؟ بالعكس، واحده ورا واحده ورا واحده واحده. بدل في عندي مشكله في الانفير بينا كيفا والسفير بينا كيفا، مشكله في الرايت اتريوم، يبقى كل ما قبله في مشاكل. بتكلم على الليفت سايد اوف ذا هارت يبقى اللان، يبقى اللان ريليتد للليفت سايد اوف ذا هارت. لكن الليفر، السبلين، الكيك، التستس، اليوترس، حد بقى زي ما انت عايز، كل ده سيستمك ريليتد للايه؟ للرايت سايد اوف ذا هارت. يبقى لو انا هقعد اتكلم النهارده بكره مش هخلص. تحت الميكروسكوب السبلين فيها ايه؟ سينوسايدز فيلد ويز بلاد دايليتد اتروفيك ليمفويد فوليكلز. تمام؟ يبقى ده الكلام اللي مشهور جدا. الكدني نفس الكلام، الكدني تكبر شويه تمتلئ بالبلاد متقنه غمقانه جلوبالوايت فيلد ويز بلاد، والفاسلز مليانه بالبلاد، وساعات العين يجيله هيماتوريا. يجيله ايه؟ هيماتوريا يعني ايه؟ بلاد في اليورين نتيجه ان في عنده كونجستشن في الفينز، كونجيشن في الكيدني. يبقى الليفر هيبقى عنده ليفر فانكشن مش مظبوطه، بيبقى عنده الصفرة، لكن المنظر نافنج ليفر. اللنج عنده ديسنيا، نفسه مش مستريح، وعنده هارت فيلر سيلز وبراون انجيوريشن. السبرين كونجيستيف ميجالي، الكيدني ممكن يبان فيها وات يو كول ديزيز كونجيستيف هيماتوريا او اي اليمنت اوف هيماتوريا. لو انا هعد الاورجنز كلها يهمني قوي الاهتمام باللنج والليفر. يهمني اهتمام بايه؟ باللنج والليفر نتيجه الباثولوجيكال فايندنجز الواضحه اللي فيهم، ان اللنج هيبان فيها الهارت فيلير سيلز والبراون انديوريشن، والليفر هيبان فيها المنظر المشهور جدا اسمه النابلج ليفر بعينيا، ويبان تحت الميكروسكوب الالترنيتنج باثولوجي من كونجيشن في السنترال فين والبني على فاتي تشينج على البريفري لونه اصفر يديني زي بس النابلج. ده مشكلة اسمها chronic venous congestion when the cause is central. لو انا بديت في الليفت سايد اوف ذا هارت في الميترال فالف يبقى هاف تو انكلود ذا لانج از ا باثولوجي، اف اي ستارت باي ذا رايت سايد اونلي اي هاف تو انكلود ذا ليفر ذا كيدني ذا سبلين از ا باثولوجي. عندي اي سؤال حتى الان يا ولاد؟ نعم. هو الجنرال ده بيبدا بلوكر؟ الجنرال يعني هيبتدي بالسيكونس اوف ايفنتس بتاعته. يعني السيكونس اوف ايفنتس أول ما القلب هيتعب اللنج هتتعب، وبعد ما اللنج تتعب الرايت سايد يتعب، وبعد ما تتعب الليفر يتعب، وبعد ما الليفر يتعب السبرين يتعب، ويبتدي يخش على الكدني و و و. الحدوته دي تاخد شهر، شهرين، سنه، سنتين، حسب في تحسن في العلاج، في علاج للمشكله ولا مفيش. لو الراجل ده اول ما شكى عملت له عمليه، عملت له فالف وايدنج، وفتحت الفالف ووسعتها، ده مش هيحصل. لو اللانج ديزيز دي عالجتها وعالجت المسبب كل ده مش هيحصل. ما عالجتهاش هبتدي يزيد لغايه ما العين تتنفس، هي مش قادر تتنفس، بطنه منفوخه، الليفر فيلير، السبلين فيلير، كيدني فيلير، وهيموت من اورجن فيلير. يبقى سيكونس اوف ايفنتس ورا بعضها ورا بعضها ورا بعضها. اللوكال فينس كونجيشن ده كلام عبيط قوي. كلام خيبان جدا، يعني لو قلت لكم قولوها انتم مش حدش هيزعل، كلام عبيط جدا. زي ما انا اتكلمت على ان جنرالايز ده اكيوت وكرونيك، تمام؟ قلنا الاثنين السبب بتاعهم سنترال الهارت واللنج، اكيوت مع هارت فيلير، كرونيك مع كرونيك هارت فيلير.
الفالف اتليقة لخلي السنين لما تيأس، الغمبي المتليفة لخلي السنين لما تبقى متليفة، القلب اللي فيه فايبروزس اللي خد سنين لغاية ما حصل له الفايبروزس، هي نفس الكلام. ايد رجل اوركان واحد سبرين اوركان واحد ليفر في مشكلة تانية. يبقى this is a localized venous market. Acute. Acute. الفينس ريتيرن بتاع السبرين فجأة اتقفل. الفين اللي جاي من الرجل فجأة اتقفل. القفلان الفجائي ده يخلي الدم يتجمع فجأة، يبقى ده الأكيوت. صادم فينس اوكلوجن. دي حاجات كتيرة قوي هندرسها ليتر اون. إن الفين يتقفل من جوه بسوامبوس زي ما اتكلم بعد الأخبار. يبقى سوامبوس اتقفل. أو حاجة حشرات وإمبوس اتقفل. أو في عملية جراحية أو مشكلة في الجراحة ربط فين عشان نعمل عملية استئصال، عملية بدل. 100% بعد ما يربط الفين الاورجان ايه؟ يحتفظ بالدم المعود في بدل لوكالايز في ناس كونجشن في الاورجان. الاورجان هيشيل تستس عشان فيها ورم، بالراحه هيشيل مبيض عشان فيه مشكله، فهيربط الفيسلز بتاعته الاول فتعمل اكيوت كونجشن والاورجان بيحمر قوي بيحتقر جدا ويز اكيوميشن اوف سيلات. كلمات الكتير اللي مكتوبه دي سترانجوليشن تورشن هيعدوا علينا بعد دقائق في المحاضرات القادمه. اما الادراك بس اللي يتقفل من جوه ده بيسميه ثرومبوزس او امبوليزم. لما يتلفوا على نفسه كده ويتعقد كده في النص حاجه اسمه تورشن او سترانجيوليشن. اما نتيجه السبازم في المصل يقفل اسمه مصل سبازم. كل دول نتيجتهم انسداد. نتيجتهم ايه؟ انسداد من بره من جوه لف كده مش قضيتي خالص. يبقى صادر اوكلوجن يعمل الكلام ده البين والاورجن محطوط بالدم فجاه يتضخم بعنف ولونه بني غامق. ساعات يعني مع اكيوت بين. اما الكرونيك لوكالايزد فينس كونجيشن دي كلمه سهله قوي بنشوفها كتير قوي قوي في حياتنا. اما في عندي جراديوال بريشر اون افين من بره. عندي ايه؟ جراديوال بريشر اون افين من بره. ست حالة كل ما ربنا يكرمها والحمل يتقدم رجلها تورم اكتر واكتر. ليه؟ في بريشر على البلفيك مثلا. فالفينس ريتيرن بتاع رجلين مش ماشي كويس فرجلها بيبتدي يحصل فيها ايه؟ في عندها كونجشن في الليكس. واحد عنده تضخم في الكبدي فالبورتال فين ما بتعديش كويس ليرتين ديسبلين عنده البطن ده متقفل. يبقى اللوكالايزد فينس كونجشن بدايه الكلام زي ما زميل فاهم بدايه العيان عنده مايترال ستينوزس في اوله فاللنج يبقى فيها ديزيز. الديزيز في اللنج يبقى ده لوكالايزد في اللنج. عنده مشكله في الليفر بس في الليفر بس يبقى لوكالايزد في الليفر. زادت الامور بقت لانك وليفر وسبرين وكدني هنخش في جنرالايزنج فينس كونجشن. The effect of chronic gradual venous congestion is actually not very serious. It veins will dilate. ساعات العيان يديفلوب other venous sucker return. يعني يحصل يفتح كولاترالز فالدم يهرب من هنا لهنا الحدوته تتحسن شويه ببعض الاحيان. يبقى يكفيني قوي مع localized venous congestion اعرف النوع معين اعرف النوع اللي اسمه acute venous congestion by sudden occlusion وغالبا هندرس sudden occlusion اللي بعد شويه with thrombosis and embolism of ligature gradual from pressure by any fluid by enlarged tumor by pressure from outside by pregnant uterus الحاجات دي تعمل لنا chronic venous congestion localized. الموضوع بتاع الكونجشن ده موضوع مهم لازم اعرف كويس قوي 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 الليفر والضم والمصاص اللي بيحدث فيه مع كورنياس كونجكشن من التسميات الهامه جدا اللي قلناها لما اتكلمنا على براون انديوريشن اوف ذا لانج مش كارتيكس بكتيريا سيلز لما اتكلمنا على نوت بيج ليفر مش الترنيتنج كونجكشن اند فاتي تشوش دي اهم حاجه عندي وده موضوع مهم جدا اللي هتكلم عنه دلوقتي موضوع الثرومبوزس ده من اهم المواضيع اللي معايا بيتهيألي أنا مع كل أساتذتنا واختلافهم دايما دايما في سبايك ثرومبوزس يجي في الميد تيرم أو الفاينل ده لازم هذا استمرار الثرومبوز ده فور أس إز أوف ميجر إمبورتنس. زي ما قلنا واتفقنا لازم الكلمة الأول عرفتها أكون ديفيرشن وقلنا بالبلدي كده ثرومبوز يعني تجلط في الدم صح؟ And I have to give it a perfect term in pathology. A perfect term in medicine. Thrombosis يعني thrombosis معناها formation of
compact mass of blood elements inside blood vessel or heart during life. I repeat again. Formation of insoluble mass. Amen? Compact mass of blood elements, blood components, blood constituents, مكونات الدم, inside blood vessel or heart during life. أما يحدث هذا التجلط بهذه المميزات يبقى اسمه ايه؟ thrombosis. طبعا عارفين لما نتعور ولا نتجرح يبقى بيبقى اجريت, ده مش thrombosis, ده clotting physiology الطبيعي. لما يبقى حاجه ما هياش blood elements خالص مش هنسميها thrombosis, هنسميها اسامي ثانيه. يبقى the term here I have to know it very well. Thrombosis means formation of compact mass of blood elements inside blood vessel or heart during life. Causes of thrombosis are of major importance. أربع أسباب مشهورين جدا يعملوا thrombosis في الأنسجة الأدوية. أولهم هشرح فيها شوية قبل ما أخش في الأذر ديتيلز. Damage to the vascular endothelium. Damage to the blood vessels من جوه اللايننج الداخلي للمنظمة. Unless the endothelium is injured. الاندوثيليوم سبحان الله تعالى خلقه ناعم زي الحليب. والاندوثيليوم في حد ذاته من عمقه الشديده دي is a highly resisting factor against thrombosis. هو الاساس اللي منع الثرومبوزس ان هو سلوس وناعم وجميل قوي. واحنا عارفين من الفيسيولوجي ان البلاد فلو الكمبوات بتاعته من البلازما والسيلز في ثرومبوتيك فاكتورز وانتي ثرومبوتيك فاكتورز. وفي النورمال فيسيولوجي الانتي ثرومبوتيك فاكتورز اللي هي الايه؟ الابر هاند. ولو حصل باثولوجي والثرومبوتيك فاكتورز بقت هي الزايده هيحدث المشكله. البيز بتاعنا في الدمج الاندوثيليوم ان ما بيحصل انجري على الاندوثيليوم. تعور اتجرح التهب باي ارترايتس باي فليبايتس اذا كان بين باي تروما اذا كان حاسد باي اثروسكليروزس اذا كان مصاب بالشرايين باي سيل انجري سيل اميون سيستم كومبلكس كل ده. فلما بيحدث دمج على الاندوثيليوم بيطلع منه بعض الكيميكال برودكتس كيميكال ميديتورز تخلي البليتلتس تلزق مكان الجرح. يبقى الاندوثيليوم سيلز اما بتنجرح هي انجري. The site of injury is associated with platelets accumulation. البلاتلتس لما بتاكيوميليت جنب بعضها وتخبط في بعض وتلزق في بعض بتريليز كيميكال برودكتس. بلاتلت ريليز ريأكشن. من ضمن الكيميكال برودكتس اللي تطلع من البلاتلتس مواد بتغير الفايبرينوجن انتو فايبر. تغير ايه؟ الفايبرينوجن انتو فايبر. الفايبرينوجن ده طبيعي is a soluble material. والفايبر is insoluble material. يبقى في عندي دمج للاندوثيليوم. الدمج ده هيريليز كيميكال برودكتس من خلايا زي ما بنتكلم على اي مشكله ايه؟ سيل انجري. فوق خالص حصل سيل انجري الاندوثيليوم انجرح طلع كيميكال برودكت بليتلت لزقت. بليتلت لزقت خبطت في بعض بليتلت اجريجيشن ريأكشن بليتلت ريليز ريأكشن طلع منها كيميكال برودكت زي ماده اسمها ثرومبوبلاستين. هتأثر على السوليبل فايبرينوجن تو كونفيرت ات انتو انسوليبل فايبر. فالانسوليبل فايبر ده يعمل زي نتورك فايبر نتورك شبكه كده صغيره الشبكه دي ماسكه بعض. فالبلاد اليمنتس اللي بتعدي في البلاد هتقع في الشبكه دي تخبط من ضمنها بليتلتس تخبط في بعض تريليز برودكت تحول مور اند مور فايبرينوجن انتو فايبر يقع فيها مور بلاد ويكبر يكبر يكبر الثرومبس ده لغايه ما ممكن يملى الجسم كله ويقفله الغذاء كامل.
data simple. مش عايز اخش في تفاصيل كتير او ميكانيزم او ثرومبوزس اللي درسناها كويس قوي قوي في الفيسيولوجي. يكفيني بس اي ريمبر ذات with injury to the endothelium there is release of some chemical product and chemical mediators leading to stickness لزقان للبلاتلس ميكانيكال. البلاتلس لما تخبط في بعض وتلزق في بعض بتطلع بلاتلس في ريليز الاكشن. من ضمنها مواد زي الثرومبوبلاستين بيحول الفايبر ايروجن السوليبل into fiber insoluble يعني the fiber network which will entangle a lot of blood elements and the process will augment will يزداد لغايه ما الدسك يتفتح. ده ببساطه شديده زي ميكانيزم اوف ثرومبوزس. يبقى لما اجي اقول المسبب الاساسي لل ثرومبوزس is endothelial damage ده كلام مظبوط. اما يحدث damage للاندوثيليوم اللي هو بيريزيست الثرومبوزس كويس قوي لكن لما يتجرح هو هيبقى the initiating factor for thrombosis. هيرجيز الكورنيك بلود بتاعته ويحدث البليت فورميشن والفايبرين ديبوزيشن. الاسباب المشهوره جدا اللي تعمل دامج للاندوثيليوم ايه؟ ابسطها واسهلها ثرومبوزاليسم. خبطه، حادثه، جراحه، تعويره، ده كل ده ميكانيكال دامج. عامل البسل زي ما قلت التروما فراكشر فريكشن انفلاماتوري ديز اوردرز ارتري في التهاب ارترايتس في ايتس يعني في لوكال تيشو دامج يعني في انجري عند الاليا ريليز اوف كيميكال بروتوكول ارترايتس وقتها في الليمبايتس وفي الليمبايتس ليدز انفلاميشن اوف زي وقتها الثالثه اندوكاردايتس انفلاميشن اوف ماسكولار اندوكارديوم يبقى الاندوكاردايتس في القلب الفيلمايتس في البين الارتايتس في الارض. ديجنريشن وتغير في مكونات الفيسل وول بترسيب الكوليسترول والليبيدز المرض اللي اسمه ايه؟ اثيروسكليروزس. فالفيسل وول يدخل والهيومن اوف ذا فيسل يتيأم ولما اجي ازق من تحت من هنا كده واخبط من تحت دي هتعلى شويه وبعد شويه هتنجرح هتتعور هتتخرب يبقى هيحصل فيها ايه؟ انجري. يبقى الاثيروسكليروزس will proceed to injury بالاندوثيليوم. ان يكون عندي انيوريزم dilatation of the vessel wall والدايليتد vessel wall ده في فايبروزس جامد اللي يخلي الفيسل وول مع هيموديناميك بروبلم والدم بيعدي يخبط يعمل جرح. مايوكارديال انفاركشن حته في القلب ميته وات اراز كفرنج اندوثيليوم اللي فوق هو كمان هيموت ويتحلل ويديجنريت يحصل له نكروزس ويطلع منه كيميكال يبقى زي كوز او ذا فيرست كوز او مشاكل انيشيت الثرومبوزس از دامج او انجري تو الاندوثيليوم باي انفلاماتوري بروسس ارتايتس في البايت شوية باي ميكانيكال بروسس اوف تروما باي ديجنريتيف بروسس باي اثيروسكليروز بوينت ده اول سبب يعمل واهم سبب يعمل ثرومبوزس ومكان الانجري يكون ثرومبوزس. نمرة اثنين stasis of blood او slowing of blood في vein او في artery الدم ما بيعديش كويس الدم هائع في ركود في obstruction في مشكله فالدم ما بيعديش كويس يعمل stasis. طب ايه علاقه الستيزس بالثرومبوزس؟ مع الستيزس البليتلس والسيلز تنزل لتحت تنام تنزل كده تخبط وتلف ثم تنام وتنزل تخبط في الاندوثيليوم يحصل بليتلت تخبيط اندوثيليال فريكشن. اندوثيليال فريكشن مع بليتلس فريكشن تعمل دامج وريليز اوف بليتلت اجريجيشن ريأكشن وبليتلت ريليز ريأكشن. يبقى الاسباب اللي تعمل ستيزس هتخلي الخلايا تنزل لتحت تخبط في الفيسل وول تخبط في بعضيها ريليز كيميكال برودكت انيشيت ثرومبوزس. امتى بنشوف الستيزس في جسمنا؟ مع اكيوت انفلاميشن في اول مع هارت فيلير ولو في هارت فيلير الدم يعيش كويس الدم يجمع في الرجلين يبقى انا عنده ايديما وكونجيشن في الفيسلز ولو عيان نائم مده طويله في السرير ما بيقومش ما بيتحركش يبقى
يبقى عنده ركود في الدم في رجليه يجي له حاجه مشهوره شويتين فينا ثرومبوزس. فاريكوز فينز اللي هي الدوائر اللي في الرجلين فينز ار دايليتد بتوشك البلد يحدث فيها هذه المشاكل. يبقى مع الستيزس العلاقه الوثيقه بالنسبه للستيزس والكلوتنج للاسف بالنسبه للثرومبوزس ان البليتلس انت سيلز الكروس بلاسماتيك زون تسيب مكانها الطبيعي في السنتر بتاع الجزء الاول وتتجمع وتفرق بين البول تعمل عليه تخطيط تلزق فيه تقعد عليه يطلع في الريس اكشن يقوم الثرومبوز مع الستيزس. Disorders of blood flow. Disorders of blood flow. الرسمه كانت هتبقى اسهل شويه. احنا معانا برسمه اندوثيليال دامج فوق ميكانيكال انفلاماتيف ديجنراتيف ستيزس في الاخر هناك خالص مع عنده هارت فيلير وفاريكوز فينز وانفلاميشن ده كل ده بيحمل نوع من الستيزس. اما تيربلنس التيربلنس يعني لخبطه في سياق مرور الدم الدم اللي ماشي جوه الفيسل ملخبط مش ماشي بسهوله عاديه. فلو انا عندي فيسل بيوسع بالتدريج او بيضيق بالتدريج ذا بلاد فلو از فيري ايزي شارع كبير مهندسينه كويس قوي 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 لما يطلع منه شارع فرعي بياخد اسلوب معين وهندسه لما يطلع منه شارع داخل عليه بيوسع وهكذا يبقى ده كده مرور العربيات يبقى كويس قوي. طب لو عندي شارع وطلع منه شارع جانبي برايت انجل او شارع جانبي فتح برايت انجل العربيه هتخش بطريقه مش مظبوطه يبقى if there is sudden or abnormal vessel narrowing sudden or abnormal vessel dilatation والarterial dilatation في الطب اسمه ايه؟ aneurysm. يبقى اما الاقي كلمه aneurysm او الاقي narrowing ده هيعمل turbulence هيعمل تخبيط هيعمل دوامات الفيسل ماشي كده وسع فجاه او اتضيق فجاه. ايه اللي هيخليه وسع فجاه واتضيق فجاه؟ يبقى في اثيروسكليروزس يبقى في بريشر فروم اوت سايد يبقى في انيوريزما دايلتيشن فالدم يعمل دوامات يعمل تيربلنس ويخبط في بعضه فالخلايا تخبط في بعضها تخبط الفيسل وول تعمل انجري على الاندوثيليا ريليز الكيميكال برودكتس بريشر تلزق يتكون ثرومبوزس. يبقى الاصل في الحدوته ان يكون عندي دامج في الاندوثيليا. ممكن يبقى عندي ستيزس وهيوصلنا برضه في وقت من ممكن عندي تيربلنس وديز اوردر اوف بلاد فلو ونرمج ووسعات ويعمل دامج جدا. نمره اربعه از فيري ايزي وسهل قوي في الفهم. تشينج ان بلاد كومبوزيشن او هايبر كواجولابيلتي اوف ذا بلاد يعني هناك تغير في مكونات الدم خلاه مور لايبل تو بي مور لايبل تو هاف برودكت اوف ثرومبوزس ده اسمه hypercoagulability او change in blood composition. All of us we know from the histology that the blood elements are the blood elements red blood cells من 4 مليون ل 5 مليون في الراجل او الست white blood cells من 4000 ل 11000 حسب الظروف platelets 250000 ل 400000 فايبر نوشن كومبوننتس و و والبلازما فوليوم من 4 ل 5 لتر تمام. لو حصل عندي increased او relative increase in amount of the blood elements the cells في البلد او decrease relative في البلازما فوليوم هيحدث ايه؟ نسبه السيلز للبلازما يبقى ده هيعمل نوع من الفريكشن نوع من التخبيط نوع من المور لايبيلتي فور ثرومبوزس. الريد بلاد سيلز تزيد في مرض سمعناه في الفسيولوجي وعرفنا عنه في الفسيولوجي. وين ذا ريد بلاد سيل نمبر از انكريزد على نورمال وصلت 5 مليون 6 مليون 7 مليون المرض ده اسمه ايه؟ بولي سايسيميا اللي بنشوف بولي عشان ده ايه؟ هاي اتيتيودز في البلاد والاماكن المرتفعه. increased amount of white blood cells نعم يسمى leukocytosis بس اليوكوسايتوزيس اللي يخوفنا اما يتاخر من 20000 ل 25000
بالذات لو حدث مشكله اسمها ليوكيميا، والليوكيميا اللي هي مالينا ترانسفورميشن اوف وايت بلاد سيلز، ونسبه الليوكيميك سيلز في الدم بتبتدي توصل 200,000 300,000 بدل ما هي 10,000. يبقى ده ليوكيميا ذا سيريس كونديشن. Increased amount of platelets. والبلاتلت لما تزيد هتعمل ايه؟ تخبط في بعض. تلزق في بعض تطلع كيميكال بروبرتس. البلاتلت بتزيد امتى؟ ساعات مع الولاده، بعد الولاده، بعد العمليه الجراحيه، اسبابها مش معروفه قوي. Fibrinogen amount of the blood is increased. ودي مشكله. لو الفايبرينوجن زاد نسبه تحوله الى الفايبرين هتزيد، يبقى هينشيت بعض المشاكل في الترومبوزس. يبقى يا اما increased amount of red blood cells والسيسيميا، increased amount of white blood cells in leukemia and marked leukocytosis، increased amount of platelets and increased amount of fibrinogen which are the initiating factors for thrombosis after labor, after abortion, during some infections، او decreased amount of plasma volume. Decreased البلازما فوليوم يقل. طب امتى البلازما فوليوم يقل؟ اما نفقد جزء من البلازما من جسمنا. متى يحدث؟ في الاطفال الصغيرين دايريا اند فوميتنج. ريبيتد فوميتنج ودايريا، اظن كنتوا بتسمعوا في الاعلانات التلفزيون اللي بتعملوا جفاف. الجفاف ده معناه بيلوز بلازما، بيلوز فلويدز، بس ريبيتد فوميتنج يعني بالدايريا. فنسبة السيلز تزيد بيحصل له مشاكل. Dehydration عشان ما بيشربش سوائل وبيعرق كتير في الجو حر جدا في صحراء في مشكله بيموت من الجفاف وبتحصل ثرومبوز بنتيجه مختلفه من السيفير سويتنج وعدم دخول كميه من السوائل by drinking. With extensive burn حرق، لو في مريض عنده surface area كبيره من burn بيحصل لها evaporation of the fluid. والإيفابوريشن أوف ذا فلويد دوت بيعمل لص أوف ذا بلازما. يبقى دي حاجات مفهومة. Increased amount of platelets، increased amount of fibrinogen، increased red cells، white cells، increased amount of plasma، of plasma volume، increased amount of plasma. في حاجات تانية كتيرة أوي موجودة في الكتب. لو أنت عرفت دول برافو عليك، more than enough. لكن في كلام كتير أوي 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 مكتوب. من ضمن مثلا الهايبرلايبيديميا. الناس اللي عندهم ايه؟ هايبرلايبيديميا. الليبيد موليكيولز الليبيد ماتيريال اللي في البلاد ده بيعمل نوع من الهايبر ديسبوزيتيف. يا ستات اللي بياخدوا اقراص منع الحمل اورال كونتراسبتيف، المكون الاساسي لاقراص منع الحمل ار ستيرويد هرمونز بتاع المرأة، والستيرويد هرمونز دي حبيبات الأغنية بتعمل كريز ديسبوزيتيف. الناس اللي عندهم مشاكل في الكلوتنج فاكتورز، فاكتورز بتاعت الكلوتنج زايدة والفاكتور بتاع الانتي كلوتين الناقصه. الناس اللي عندهم مالجنت تيومرز ادفانسد ومالجنت سيلز في البلاد، سيل امبولاي في البلاد، مالجنت امبولاي في البلاد اللي بتعمل اكسس فيسكوزيتي ويساعد على التجلط. يبقى في هاف ا لوت ا لوت ا لوت ا لوت ا لوت اوف ثينكس. يكفيني جدا على مستوى طالب في سنه ثالثه ان اهم حاجه في التشينج بلاد كومبوزيشن يبقى عندي انكريز ريد سيلز، انكريز وايت سيلز، increase the platelets, increase the fibrinogen, or decrease the plasma volume. These components of abnormality في البلد هي اللي هتديني المشاكل دي اللي بتعمل لي اسباب التجلط الاساسيه. اربع اسباب مهمين جدا: damage to the vascular endothelium, slowing our stasis, turbulence by dilatation and narrowing, وفاينالي change in blood composition. ده الميكانيزم اللي اتكلمنا عنه. الميكانيزم مش هتكلم عنه غير كده عشان الوقت. الكلاسيفيا اوف ترومباي كلام عبيط قوي برضه. يعني ما بتهتمش بيه كتير اللي فوتوا كده تسمعوا مني وفوتوا يعني كلام مش ميجر يعني مش مهندس كده قوي. ان اول ما الترومبس بيتكون في اي بلاد اسيد ناخد الصوره دي كده اهو. ده بلاد اسيد مدور حلو خالص اهو. الاصفر فوق على الشمال دامج زي الفيديو تمام. فالمكان ده بيبقى الفينيوم ده لازق عليه شويه بلاتلتس وفايبرين. في بدايه التكون بهذه الطريقه من بلاتلتس وفايبرين هنسمي السمول ثرومبس ده ابيلس ثرومبس. لو حصل في فين يكون الريد سيلز كتيره شويه
فبياخد شكل محمر بنسميه ريسبونس. اما البلاتس اتكونت والفايبر ابتدى يتكون، الفايبر هيكتر مع البريتيز اكشن ويعمل خطوط الصفراء اللي تشكل اجريجيتد بلازما اتاتش الاسيد، اجريجيتد بلاتلتس ماسكين في بعض مشبكين في بعض وعاملين خطوط كده من الخيوط بينها فايبر نتورك. This yellowish components of aggregated platelets اسمهم في الطب lines of Zan. الراجل اللي وصفه ما يمكنش تقول القضية دي. The lines of Zan دول perpendicular components of platelets عكس اتجاه الدم، انت ماشي كده هم عاملين زي perpendicular وبينهم فايبر نتورك. ببص للفايبر نتورك ده الخلايا تقع ويكون عندي ذا ميجر بيكسل ثرومبس او ذا نورمال بيكسل ثرومبس. الثرومبس ده هياخد حاجات من اثنين، يا اما هيقفل الفيسل كله واسميه اوكلودنج ثرومبس، او هيقفله جزئيا والدم يعدي زي ما احنا شايفين كده فهسميه بارشال ثرومبس او كورالاين ثرومبس. وكورالاين يعني يشبه ايه؟ الشعاب المرجانيه الكورالز اللي بتشوفها في البحر، يقعد كده يلعب مع الدم كل ما بيتعدي والبلاد فلو يقل شويه. يبقى الثرومبس لما يكبر هيتحول الى كومبليت اوكلود ثرومبس والبلاد تتوقف خالص، او يعمل كورالاين ثرومبس. الثرومبس اللي بيتكون بيربنديكولار تو ذا بلاد فلو بهذه الطريقه تمام ياخد شكل الشعاب المرجانيه، وساعات ثرومبس يتكون بارلل للفيسكول وبالذات في الانيوريزم الواسع يسميه لامينيتد ثرومبس. يبقى عندي بارشال وكلودنج كورالاين ولامينيتد تسميات. يتكون بيربنديكولار بلاد فلو يبقى كورالاين، بارلل تو ذا بلاد فلو يبقى اسمه لامينيتد، قفل الفيسكول جزئيا يبقى بارشال، قفل كليا. وفي نوع من الثرومبس لذيذ قوي بيكبر في مكان بيكبر في مكانه ويتمدد في مكانه ده سميناه ايه؟ propagating thrombus. سميناه ايه؟ لانه بيتمدد وبيكبر في مكانه. طب ليه؟ خدنا اكزامبل الفين اللي احنا راسمينه ده، والفين ده كل شويه بيجيله ترايمترز بيجيله ايه؟ الروافد بتاعته. فالبدايه بتاعتنا تحت حته زرقاء اخر حته تحت دي ده thrombus، يعني في اكتيف thrombosis مع دمج الاندوثيليوم مع ستيجز معايا بتكون ثرومبس اكتف واوكلودنج قفل المسك كله. الجزء اللي من الازرق لغايه النكست ترايبيتري هنسميه في الطب ستاجنت بلاد لان الفيس اتقفى خالص فالدم ما بيعديش. اما يحصل تجلط في الستاجنت بلاد بنسميه في الطب كلوتنج مش ثرومبوزس. يبقى الثرومبوزس ده التجلط اللي يحدث في الموفينج بلاد باكتف كومبوننتس. حتى الدم ما فيهوش بيتحرك خالص حصل فيه ستاجنيشن ممكن يبقى صعب بس كان بنفضل نسميه كلوتنج لغايه ما جاله الترايبيتري اللي بيعدي تقابل مع بليتلتس وفايبرين وبليتل ريليز اكشن فتفاعل معاها وكون نيو ثرومبس ازرق عند الحته ده من البلد. الحته اللي بعدين من الكولر بقت ستاجنت كون فيها كولت وهكذا. ببساطه شيء عايزين نقول ان ممكن قوي 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 الثرومبس يتبدد في المكان ويكبر في السايد زبين ما تقدرش تفرش الكلام دوت وشكلناه بروباجيتنج ثرومبس. هذه التسميات انا شايف انها كده يعني جزء من تضييع الوقت والمعلومات يعني التي لا تفيد كثيرا، لكن ما نسالها في المالتي شويس نسالها في الشفا ونبقى عارفين الفرق ما بين فيت ثرومبس ريد ثرومبس ميكس ثرومبس كلودنج اند كورالاين و و. اما بقى ما يهمنا جدا عشان نحاول نختم بيه محاضره النهارده جزء في غايه الاهميه في غايه الاهميه في غايه الاهميه زي بالظبط زي ما اهتمينا جدا بالكوزز اوف ثرومبس. هنهتم جدا باماكن سايتس فور ثرومبس فورميشن سايتس فور ثرومبس فورميشن. والسايتس احنا قلنا انسايد بلاد فيسل اور ارت بلاد فيسل بتاعتنا واثنين فينز وارتس والهارت لوحده. Thrombosis in the veins is a common condition. Thrombosis in the vein is more common than the arteries. Why? Because most of the veins are superficial.
are more likely to external problems. Pressure, التهابات, trauma, illness. The venous blood flow is actually slow than the artery, but more prone to stasis. تمام؟ The venous flow or the venous wall is thin, more liable for compression. So, في العموم, the venous thrombosis is more common than the arterial thrombosis. وعندي سببين مهمين جدا للفينا ثرومبوزس. الميجر كوز او السبب الاولاني ان ثرومبوز الفين تعرض الفين لانفلاميشن. تعرض الفين لانفلاميشن. وين ذا فين از انفلامت وي كول ذيس كونديشن فليبايتس. فليبايتس كومبليكيتد باي ثرومبوس فورميشن بنسميها في الطب ايه؟ ثرومبو فليبايتس. كلمة عدت علينا قبل كده بالانفلاميشن و و وقلنا ذا از ان اليمنت اوف ثرومبوفليبايتس سيبتيك اند اسيبتيك. سو وين ذا فين از انفلامد ذيس انفلاميشن ببساطة شديدة هتعمل دمج على الاندوثيليوم. والدمج على الاندوثيليوم هيعمل ريليز البليتر ريأكشن ويكون عندي ثرومبوزس. يبقى ثرومبوزس انيشيتد باي انفلاميشن اسمه في الطب ايه؟ thrombophlebitis when aorginal. الفين ده موجود فين؟ في البريست جنب البريست ابسس اللي فيه thrombophlebitis. appendicular vein جنب acute appendicitis. تمام؟ فين في الرجل جنب ابسس خراج جرح ulcer. يبقى any vein draining an area of acute inflammation with or without suppuration. This condition is called the septic thrombophlebitis. The vein wall is inflamed, and once the vein wall is inflamed, the endothelium is injured, and liability for thrombosis can occur. يبقى ده اسمه ايه؟ thrombophlebitis caused by bacterial disease with غالبا pus formation بنسميها septic thrombophlebitis. ساعات الفين يتهم ويبقى فيه inflammatory reaction in the absence of bacteria. This we call this sometimes radiation injury. كل ساعات نطلق عليها كلمة aseptic thrombophlebitis. تعرض الفين للإشعاعات للكيماويات مع الأدوية الكيماوية مع الإشعاعات بتاع علاج الأورام مع الإشعاعات الأكسيدنتال فدي نسميها إيه؟ aseptic. يعني there is an inflammatory process in the absence of a bacteria and the pus formation يبقى ده اسمه إيه؟ aseptic. يبقى aseptic سهل أوي عرفناه بتاع افين معدي جنب ابسس معدي جنب التهاب في الزايده التهاب في المراره التهاب في البواسير كل الطب ده اسمه ثرومبوفليبايتس. في كلمه ثانيه ان الفين يتجلط in the absence of inflammation فهنسميه ايه يا ولاد؟ فليبو ثرومبوس هنسميه ايه؟ يبقى فليب means vein وثرومبس means thrombus. If there is an itis يا حبايبي انتوا بطلوا الكلام مع بعض. انت يا لابس احمر انت على كده. خلاص. تعالوا على كده في وسط الدنيا. نشوف ايوه كمان 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 ايوه على كده عشان تشوفني كويس. خلي الناس يبقى زي ما انت عايز. تقدر تحكي مع نفسك زي ما انت عايز. والابديني كويس فليب بوث ثرومبوزس. Again we repeat the term flip. Is a vein. From which is thrombosis. In the absence of any other cause of thrombosis other than inflammation. يعني ايه؟ يعني stasis ينفع، change blood composition ينفع، turbulence ينفع، أي سبب ما هواش itis، أي سبب ما هواش inflammation. And this flip with thrombosis is very common in the absence of inflammation. الناس اللي عندهم دوالي الصفين الفاريكوز فينز فينز منتفخه مليئه بالبلط نتيجه الوقفه المستمره فالفين بيتمدد ويجتمع فيه ستيزس واضح جدا يعمل ثرومبوز. ستات الحوامل مدرسين عساكر الامن المركزي مجندين وقفت طول النهار ايه ما بيتحركش من مكانه يحصل لهم فليبو ثرومبوز في الفاريكوز فينز دوالي ايه؟ الصفين دوالي قبل عيان رايق في السرير مده طويله عمل عمليه جراحيه عنده شلل عنده
عنده غيبوبه ما بيتحركش في السرير، راجل عجوز stays in bed. Recumbents in bed يعمل 100% مشاكل مشهوره جدا دي فيها فلوس. وننصح اهله قعدوه ارموه غيروا له السرير شيلوه من على الكرسي عشان يعمل ايه؟ بامبنج للفينز بلاد اللي فيه. المرضى بعد العمليات الجراحيه بعد الولاده بعد الجراحات الفايبريلوجن عندهم بيزيد شويه بعد العمليه وده ممكن يجيت سم فومبوسس يتحركوا باستمرار ويخليهم يعملوا موشن عشان نعمل ايه؟ مصل بامبنج. يبقى دي الاسباب المشهوره جدا اللي بتعمل لنا ليمبو فومبوسس which is inflammation of the and as with the thrombotic in the veins in the absence of thrombosis في الأرتريس هتبقى less common but more serious. متفقين معايا؟ less common but ايه؟ more serious. why more serious؟ لأن الأرتري مهم قوي، الوول بتاعه جامد، الوول بتاعه في المسلز، الوول بتاعه common جامد، فأقل الشيوع لكن أخطر. ويكفيني جدا في الثرومبوزس في الأرتري أعرف المسببات الأساسية للثرومبوزس ده. three causes are of major importance تؤدي إلى thrombosis في الأرتريس. الثلاث حاجات دول هما atherosclerosis, arthritis, and aneurysm. ثلاث أسباب مشهورين جدا يعملوا thrombosis في الأرتريس اللي هما atherosclerosis, arthritis, and aneurysm. atherosclerosis اللي هو تصلب الشرايين اللي الميجر باثولوجي بتاعه دايما accumulation of cholesterol and lipids in the wall يتجمع من تحت لفوق غير ما يجي من تحت بيعمل دامج على الاندوثيليوم اندوثيليال انجري يبقى دخلنا في ايه؟ في الثرومبوز. ارترايتس نفس الكلام التهابات بس معظم الارترايتس اللي بنسمع عنها في الطب ونشوفها ار اوتو اميون ارترايتس زي ارنب بكتيريا زي ارنب فايرال مي بي لكن بتكون غالبا اوتو اميون وعلاجها بيكون بايخ شويه بتاخد مالتيبل فيسلز في احسن مكان في الجسم وبتعمل انجري عن الميثيل. انيوريزم يعني دايلاتيشن للفيسل وول والدايلاتيشن ده هيعمل تيربلنس ودي هتعمل ثرومبوس. يبقى دي مسببات ايه؟ الارتيريال ثرومبوس. اما الفينا ثرومبوس فكان ثرومبوفليبايتس وسيبتك واسيبتك يفلبو ثرومبوزس بيريكوز فينز وكمبلس كمبلس. هارت ثرومبوزس انسايد بلاد فيسل اور هارت. بالنسبه للهارت ناخد الرسمة السهلة الظريفة دي رسمة للقلب. هنبتدي فوق بالليفت اتريوم بالليفت فعيان عنده ميترال ستينوزس تمام. ايه علاقة الميترال ستينوزس بالثرومبوزس؟ الميترال ده الجلية فالدم بيتجمع فين؟ في الليفت اتريوم لمدة سنين وسنين وسنين فيحدث ستيزس في الليفت اتريوم والستيزس ده بريدسبوزنج فاكتور ليه؟ لان الثرومبوزس زي ما قلنا من اهم اسباب الستيزس. يبقى ده عنده حمى روماتيزمية وضيق الصمام الميترالي والمشكله متراكمه معاه لمده سنين الليفت اتريوم يكبر ويتمدد والدم يتجمع فيه يعمل ستيزس وساعات نلاقي ثرومبوس في الليفت اتريوم تقريبا كله ثرومبوس. يبقى ده اسمه اتريال ثرومبوزس او اوريكولار ثرومبوزس. مظبوط؟ الاوريكل هو الاتريوم او ساعات الناس بتقول لا ده اوريكل ده جزء صغير من الاتريوم حته قاطعه منه كده وفي ناس بتقول لك الاتريوم والاوريكل هما ايه؟ حاجه واحده مش قضيه طبعا وهنزعل ونغضب ايه الفرق بين دي ودي. تحت على اليمين تحت على اليمين في مايوكارديال انفاركشن في ايه؟ يعني ايه مايوكارديال انفاركشن؟ حته من ايه تمام؟ فرض وات اباوت ذا كفرنج اندوثيليوم اوفر مايوكارديال انفاركشن؟ يعني حط انجري ورا يا ميت يا كمان يبقى المسل وول از انفاركت اتاتد اند ذا كفرنج اندوثيليوم از انجرد اند نيكروتيك سو وي ار ديلينج ويز انجري للاندوثيليوم. لما كان الاندوثيليوم الميت ده ريليز الاكشن بليتلتس فروم بوز كام بلود سو اوفر ما يقدر يتفرج هنسميها ايه؟ اسال كلمه فينتريكولر فروم بوز صح؟ لان معظم ما يقدر يتفرج بيك في الليفت نسميها ايه؟ فنتريكولار وساعات نسميها ميورال ميورال واللي بيعرف منك كلمتين فرنساوي صغيرين يعرف ان الحتة الفرنساوي يعني ايه؟ ميور يبقى الادجكتيف من ميورال
اللاتينيه از الحائط او الجدار، بنسميها جلطه جداريه. جلطه ايه؟ على جدار القلب. يبقى اماكن تكون الثرومبس في الهارت بيبي ان اتريال ثرومبس، بيبي افنتريكولار ثرومبس، بس الشرط اون توب اوف مايكرونيوم، والاتريال اون توب اوف دايلاتيشن باي مايكرونيوم. مش كده الاتريال ده؟ يبقى الاتريال اللي فيه ستيزس ومايكرال ستينوزس معاه ثرومبس، الفنتركل اللي فيه مايكاردال انفاركشن، وساعات يتكون عندي مالتيبل سمول ثرومباي اون ذا كارديان فالف، يعني خمس ست نقط حمر صغيرين دول على الاورتيك فالف، على الميترال فالف، على الترايكاسميك فالف، وعلى الامونري فالف. ايه الانيشيتنج فاكتور ان يكون ثرومبوس على الفالف؟ ان يكون القلب فيه انفلاميشن، اندوكاردايتس. واشهر اندوكاردايتس نعرفهم هما اثنين، روماتيك جنب اندو، يبقى روماتيك فيفر ده ممكن يصيب ايه وايه؟ يصيب الفالف، يصيب الاندوكارديا، يصيب الميوكارديا، روماتيك كارديتس. يبقى روماتيك اندوكارديتس او في امراض اكثر خطوره اسمها بكتيريال انفكتيف بكتيريال اندوكارديتس، يعني بكتيريا مجرمه كده قويه نزله اصابت الايه؟ الفالف. ولو في انفلاميشن على الفالف الاندوثيليوم يحصل فيه ايه؟ انجري. وبنزين يحصل في انجل يحصل ايه؟ ريليس بليتل رياكشن بتكون ثرومبوس. صغيره بيل صغير كده ماسك على الفالف، الثرومبوس على الفالف اللي اسمه الطب فيجيتيشن. اسمه ايه؟ وفيجيتيشن طبعا في اللغه يعني ايه يا ولاد؟ زرع كده، زرع نبته، نبت نبته من الارض، فهي طالعه عامله زي النبته كده، بيل صغير على الفالف. يبقى الثرومبوس في الاتريال اسمه اتريال او اوريكولار ثرومبوزس مع الميتر ستيروسس. ثرومبوز على الهول اسمه فنتريكولار ثرومبوز. ميولر ثرومبوز على 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 الفالف اسمه فيجيتيشن. لسه قدامنا ثلاث دقايق، هنعتزل من الدكتور من ثلاث دقايق، نكمل الحته اللي جايه. و التايب اوف ديث بنسمي الثرومبوز ده اجونال ثرومباي ام يحدث ستيزس التايب اوف ديث. اخر كلمتين بسرعه ونعيدهم المحاضره الجايه، ان احنا بنتكلم على complications and fate of arthritis. لو انا بصيت على الرسمه السهله الظريفه دي، تحت ده الاحمر ده ثرومبس في الفيسل معايا يا ولاد، والفيسل اتقفل كله بالثرومبس ده مظبوط، يبقى ده ثرومبوزيس. لو قفلوا كله كده يبقى كومبليت ثرومبس. فارتري يعمل ايه؟ اسكيميا، والفين يعمل كونجشن. طب الفين ده هو ايه؟ اوكلودنج. طب الاوكلودنج ده او الثرومبس ده ممكن يحصل له ايه؟ يتكسر، وده بدقيقتين بالظبط، يتكسر ويتفتت. يتكسر وايه؟ يعمل امبوليزيشن، يحصل له لايسس ويتكسر ويتفتت ويتحرك من مكانه ويقوم هيتفتت. الثرومبس اللي قفل خالص ده طبيعي يحصل له اورجانيزيشن وفايبروزس ومكان يبقى فايبرز، ويتخرم في بعض الاحيان اثناء الجرانيزيشن. لو اتخرم كده يبقى فايبروز ويز كانالايزيشن. ويز ايه؟ انتوا كلنا عارفين عمليه السويس الجديده صح؟ يبقى دي عمليه السويس الجديده. اتخرم البس التاني عمل له ايه؟ كانالايز. عمرنا ما هننساه. كانالايزيشن ده هل هيوريد الدمج؟ بالضروره هو هيعيد بلاد فلو، لكن مش ضروري يعيد الدمج اللي حصل في الاكسجين. وبدل في فايبروزس لايب اللي يحصل له فيه ديستروفيك كالسيفيكيشن صح؟ من ضمن المشاكل بتاعة الثرومبس والهيلينج ان يحصل ديستروفيك كالسيفيكيشن. ان ديجنريتد اند نيكروتيكيشن، وده نيكروتيكيشن. يكبر في مكانه ويتمدد، يبقى اسمه ايه؟ بروباجيشن. يبقى الثرومبس اللي اتكون ده اتفتت لايسنس فريم امبولايزيشن. تليف فايبروزس واتخرم كاناليزيشن. اترسب فيه كالسيوم ديستروفيك كالسيفيكيشن. كبر في مكانه بروباجيشن، تمام؟ قفل خالص اوكلوجن اوف ارتري اسكيميا، قفل خالص بين كونجشن. والنقطه الاخيره هنا انه يحدث فيه لايبيليتي فور كوليسترول ديبوزيشن. فلايبيليتي عندنا اثروسكلروزس بعد 20 سنه. الكلام ده انا بتكلم على ايه؟ ثرومبس من غير بكتيريا، ثرومبس من غير ايه؟ يعني اسمه اسيبتيك. اسمه ايه؟ طب لو ثرومبس في بكتيريا واتفتت هيمشي مع الدم يروح انسجه اخرى يقفل بلاد فيسلز وينقلها البكتيريا. اما هنا البكتيريا هتنقلها الالتهاب فيعمل فيها ابسس صغير
مالتيبل اسمه في الطب بايينك ابسس، انتقال الالتهاب من الارتر او من الفين باي امبولاي جيز بكتيريا يعمل اوكلوجن اند نيو انفكشن، والنيو انفكشن ده اسمه بايينك ابسس. اسمه ايه؟ بايينك ابسس. ان شاء الله نشوفكم يوم الخميس. اتمنى